أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. أتمنى للجميع الصحة والسلامة. أيضا أشكر الجميع الذين أرسلوا لي رسائل بسبب الأمور الصحية التي أمر فيها في الفترة الأخيرة. مرة أخرى شكرا من القلب. في هذا الفيديو سوف أقوم بمراجعة كاميرا سوني ألفا. الكاميرا معي منذ أكثر من شهر، جربتها في عدة ظروف. في البداية سوف أتحدث عن الكاميرا من ناحية تقنية، أيضا بعد ذلك سوف أبدي رأيي بهذه الكاميرا وملاحظة. طبعا هناك بعض الأشخاص الذين هم دعنا نقول من مشجعي سوني أو مشجعي كانون أو نيكون. إذا عندك أي اعتراض بتأمل أن يكون الاعتراض بشكل علمي ومبني على أساس تجربة أو معرفة. أيضا مراجعتي لكل الكاميرات في الخمس سنوات هي مبنية على تجربة شخصية. لا أحد من هذه الشركة يدفع لي المال لكي أقوم بعمل هذه المراجعة، فعمليا رأيي هو محايد قدر الإمكان. فدعنا نتحدث عن الكاميرا من ناحية تقنية وبعد ذلك سوف أبدي رأيي بهذه الكاميرا. أيضا أنصحكم أن تشاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا في حسابي في الفليكر. الصور هناك بجودة عالية وتحت كل صورة سوف تجدوا معلومات الصورة وأيضا أي عدسة استعملت، الرابط في الأسفل. أيضا في نهاية هذا الفيديو سوف أعرض بعض صور تجربتي لهذه الكاميرا. المقطع الأخير سوف يحوي على موسيقى. دعنا نبدأ بالأمور التقنية. الكاميرا هي فول فريم بدون مرآة من شركة سوني. المستشعر ينطي صور بحجم 24 ميجا بيكسل. الكاميرا تأتي مع نظام فوكس يحوي على 693 نقطة فوكس. أيضا الكاميرا تستطيع أن تصور 20 إطار في الثانية، ولكن الفوكس لن يتتبع الهدف بشكل مستمر. إذا أردت أن تحصل على فوكس مستمر وبتصوير عالي، فعمليا الكاميرا سوف تصور بسرعة 13 أو 14 إطار في الثانية. بالمقارنة مع كاميرات زي نايكون دي 5 أو كانون 1 دي إكس مارك 2، فعمليا في هذه النقطة هناك تساوي. 20 إطار في الثانية هي سرعة جدا رهيبة. سوف أتطرق لهذه النقطة، هل هذه النقطة هي سلبية أو إيجابية، في القسم الثاني من هذا الفيديو. أيضا الكاميرا تحوي على مقلل اهتزاز مبني في داخل الكاميرا بخمسة محاور. الكاميرا تأتي مع الشاشة قابلة للطي بحجم 3 إنش وبدقة 1.4 مليون بكسل. أيضا هناك واي فاي بلوتوث مبني في داخل الكاميرا. الكاميرا تأتي مع منفذين لكروت الذاكرة من نوع SD card. هذه الكاميرا تصور فيديو بحجم 4K وبسرعة 30 إطار في الثانية. أيضا ممكن الكاميرا تصور Full HD بسرعة 120 إطار في الثانية. هذا أمر جدا ممتاز إذا أردت أن تقوم بعمل Slow Motion. بالإضافة لذلك الكاميرا ممكن أن تصور Slow Motion، وعمليا هذه أول كاميرا تصور Slow Motion تأتي مع عدسة قابلة للتغيير. كاميرات من نيكون أو كانون أو فوجي لا تحوي على هذه الميزة. إذا أردت أن تستعمل هذه الكاميرا لتصوير الفيديو بشكل احترافي، هناك أمور مثل Vlog أو S-Log. عمليا هذه تنطيك فيديو غير مضغوط أو دعنا نقول رو خام. هذا الأمر ينطيك إمكانية للتحكم بمعالجة الفيديو والمونتاج بشكل أكبر، فعمليا هذه الخاصية غير موجودة. طبعا في هذه الحالة سوني أرادت أن تكون هذه الكاميرا أكثر مخصصة للتصوير العادي وليس الفيديو، لأنه عندها كاميرات مثل سوني ألفا 7S الإصدار الأول والإصدار الثاني، هذه الكاميرات هي مخصصة لتصوير الفيديو، فعمليا أرادت أن تكون هذه الكاميرا مخصصة للتصوير العادي. أيضا في الكاميرا هناك منظار إلكتروني بدقة 3.6 مليون بيكسل. المنظار جدا ممتاز، يعطيك تغطية 100%. حساسية الحساس أو المستشعر تمتد بين 100 ISO حتى 51200 ISO. ممكن تفخيم هذه القيمة بين 50 ISO حتى تقريبا 204000 ISO. الكاميرا تحوي على غالق ميكانيكي، سرعة هذا الغالق تمتد بين 30 ثانية حتى 1/8000 جزء من الثانية. وأيضا هناك غالق إلكتروني، سرعة هذا الغالق تمتد بين 30 ثانية حتى 1/32000 جزء من الثانية. طبعا كما ذكرت أن الكاميرا تصور 20 إطار في الثانية. إذا صورت ملفات JPEG ممكن أن تصور بشكل مستمر بدون توقف حتى 360 صورة. بعد ذلك البفر أو الذاكرة المؤقتة سوف تمتلئ، فعمليا الكاميرا سوف تبطئ بالتصوير حتى تقوم الكاميرا
نسخ الصور من الذاكرة المؤقتة البفر إلى ذاكرة الاس دي كارد الموجودة في الكاميرا. إذا صورت ملفات رو فعمليا إذا بتصور بسرعة 20 إطار في الثانية تستطيع أن تصور حتى 240 صورة. من تجربتي استطعت أن أصور حتى 200 صورة. طبعا لا يوجد هناك فلاش مبني في داخل الكاميرا، هناك منفذ لفلاش خارجي. وزن الكاميرا هو 673 جرام. طبعا لا مجال للمقارنة من ناحية الوزن والحجم مع كاميرات زي 1DX Mark 2 أو من نايكون D5، فعمليا حجم هذه الكاميرات أكبر بكثير وهي أثقل بكثير. أيضا الشاشة الموجودة في هذه الكاميرا تعمل في اللمس. الكاميرا يوجد بها حماية من عوامل الطقس مثل المطر والغبار. طبعا سعر هذه الكاميرا هو 4500 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أهم الأمور التقنية الموجودة في هذه الكاميرا. طبعا الآن رأيي الشخصي بهذه الكاميرا. أولا كما ذكرت أن الكاميرا سوف تصور 20 إطار في الثانية، ولكن الفوكس لن يكون مستمر. إذا أردت أن تحصل على فوكس مستمر على الهدف، طبعا في هذه الحالة الهدف متحرك، السرعة التصوير سوف تكون بين 13 إلى 14 إطار في الثانية. في تجربتي وصلت إلى 12 إطار في الثانية على هدف مستمر. الفوكس في دعنا نقول سرعة 12 إطار في الثانية هو جدا جدا دقيق وعلى الهدف، والصور جدا ممتازة. ولكن سرعة 20 إطار في الثانية هي سرعة دعنا نقول ليست عملية. طبعا البعض سوف يعتقد أن هذا إيجابي، ولكن فكر في الأمر. إذا بدك تصور 20 إطار في الثانية أنت موجود في فعالية رياضية، فعمليا كل ثانية هي 20، 5 ثواني 100 صورة. اعمل حساباتك. من تجربتي طلعت أصور طيور، في خلال 30 دقيقة كنت مصور 3000 صورة. المشكلة لما أرجع للبيت بدك تعمل تصفية ل 3000 صورة، هي عملية رح تأخذ معك وقت. فعمليا 20 إطار في الثانية حسب رأيي هي سرعة غير عملية. طبعا ممكن نختلف على هاي النقطة، بس بنصح تجرب الأمر وتلاحظ أنه في عملية المونتاج عملية الاختيار سوف تتطلب الكثير من الوقت. فعمليا إذا أنت كنت مصور رياضي بدك تطلع صور على الإنترنت أو جريدة، كحد أقصى ممكن تستعمل 10 صور 20 صورة. فعمليا تختار 20 صورة من 3000 صورة هي عملية ليست سهلة، تتطلب الكثير من الوقت. بالنسبة للبطارية، سوني قامت بتحسين البطارية بالمقارنة مع كاميرات من سلسلة سوني ألفا 7 R أو S. عمليا أداء البطارية جدا جدا ممتاز. طبعا السؤال كم صورة ممكن أن تصور على قوة هذه البطارية؟ الأمر يعتمد على طريقة استخدام البطارية. إذا قمت بالتصوير بشكل مستمر بدون توقف ممكن تصل إلى 4500 صورة. إذا بدك تستخدم الكاميرا خلال اليوم، تنتقل من محل لمحل، تستخدم الشاشة، فعمليا من خلال تجربتي استطعت الوصول إلى 2000 صورة. أيضا مهم جدا في خلال التنقل أن تقوم بإغلاق الكاميرا، لأنه بالمقارنة مع كاميرات زي 1DX Mark 2 إذا نسيت أن تقوم بإقفال الكاميرا، الكاميرا لن تستهلك الكثير من قوة البطارية. على العكس في هذه الكاميرا، بسبب أن الكاميرا تعتمد على منظار إلكتروني وأيضا شاشة العرض، فهذه الأمور تستهلك الكثير من قوة البطارية. لذا كمية الصور تعود لطريقة استخدام الكاميرا. سوف أتحدث عن البفرينج أو سرعة نقل البيانات من الذاكرة المؤقتة إلى كارت الذاكرة. كما ذكرت استطعت أن أصور 200 صورة ملفات رو بدون توقف، ولكن عملية نقل المعلومات والصور من الذاكرة المؤقتة إلى داخل كارت الذاكرة استمرت دقيقتين بالمقارنة مع D5 و 1DX Mark 2. العملية استمرت تقريبا 15 ثانية. السبب يعود لأنه كاميرات نايكون وكانون تستخدم بطاقات سريعة جدا، مثلا 1DX Mark 2 تستخدم سي فاست هي جدا سريعة، D5 تستخدم بطاقات XQD وهي أسرع بكثير من SD كارد. فعمليا بطء نقل الصور من البفرينج أو الذاكرة المؤقتة إلى داخل كارت الذاكرة سوف تقلل من سرعة التصوير المستمر. الآن بالنسبة للنظام الفوكس في هذه الكاميرا، هل هو أفضل من نايكون D500 أو نايكون D5 أو كانون 1DX Mark 2؟ الإجابة هي أنه ده نقول أنه هاي الكاميرا بتنافس بقوة، ولكن على أرض الواقع الكاميرات التي ذكرتها عندها فوكس أفضل. إذا أنت عم بتصور هدف ده نقول شخص
فعمليا حجمه كبير، عم بركض امامك، تقريبا اداء الكاميرا جدا ممتاز. ولكن كان عندي مشكله اذا انا بصور طيور في السماء، واذا كانت السماء صافيه فعمليا لا يوجد تضاريس قويه حتى الكاميرا تستطيع ان تميز الطائر من مسافه بعيده، فكان هناك تردد في الكاميرا للفوق على الفوكس على الهدف وهو الطائر، بالمقارنه مع كاميرات زي دي 5 او كانون 1 دي اكس مارك 2، عمليا كان فوكس افضل في هذه الحاله. ولكن مع ذلك إذا تستعمل هذه الكاميرا للتصوير الرياضي مثل كرة قدم كرة سلة، نظام الفوكس جدا جدا ممتاز وهو أفضل بكثير من كاميرات زي ألفا 7 مارك 2 أو ألفا 7 آر مارك 2. نظام الفوكس هو أفضل جدا جدا من هذه الكاميرات، وفي هذه الكاميرا سوني عملت قفزة جدا جدا كبيرة لمنافسة كاميرات من كانون ونايكون. الآن مبنى الكاميرا، طبعا بتحدثي مع سوني قالوا بشكل واضح ان هذه الكاميرا من ناحيه المبدا لن تنافس كاميرا زي دي 500 او دي 5 او 1 دي اكس مارك 2. هذه الكاميرات هي افضل بكثير من ناحيه المبنى. اذا انت مصور صحفي تعمل في الخارج في ظروف جدا صعبه، عمليا كاميرات كانون نيكون في هذه الحاله هي اقوى وافضل بكثير. إذا أردت نستعمل هذه الكاميرا في داخل الاستوديو، في داخل الملاعب، دعنا نقول في ظروف طبيعية، فالكاميرا سوف تعطيك حماية دعنا نقول مقبولة. الآن التصوير الآيسو أو التصوير في إضاءة منخفضة، سوف الآن أعرض بعض الصور التي صورتها من طائرة هليكوبتر. الآيسو هو 1000، طبعا الطائرة هليكوبتر دعنا نقول تسير بسرعة أكبر من السيارة وفي الليل، وأنا أصور من داخل الطائرة، فلاحظوا قوة الصور. أنصحكم أن تشاهدوا الصور في الفليكر لكي تتمعنوا بحدة التفاصيل في هذه الصور. مرة أخرى أنا أصور من هليكوبتر في الليل بآيسو عالي، الطائرة تهتز وتتحرك بسرعة. طبعا جربت أن أستعمل في نفس الظروف كاميرات من كانون ونيكون، لم أستطيع أن أحصل على هذه القوة، والسبب يعود لأن أداء هذه الكاميرا في آيسو عالي جدا جدا ممتاز، بشكل صريح هو أفضل من كاميرات كانون ونيكون. بالنسبة لجودة الصور دعنا نقول هي في نفس المستوى بالمقارنة مع كاميرات زي دي 5 أو كانون 1 دي اكس مارك 2، صعب جدا أن تلاحظ الفرق. إذا أردت أن تقارن هذه الكاميرا مع سوني ألفا 7 آر مارك 2، عمليا سوني ألفا آر مارك 2 سوف تعطيك جودة صور أفضل بكثير، طبعا حجم الصور هو أكبر بكثير، وأيضا تفاصيل وحدة الصور هي أفضل. نفس الأمر إذا أردت أن تقارن هذه الكاميرا مع نايكون دي 810، نايكون دي 810 سنعطيك حدة صور أفضل بكثير. هذه الكاميرا هي أكثر مخصصة دعنا نقول للتصوير الرياضي السريع، وأيضا للتصوير في إضاءة منخفضة، فأداء هذه الكاميرا جدا ممتاز. هل هذه الكاميرا تتفوق على الكاميرات المخصصة لتصوير رياضة في كانون أو نايكون؟ الإجابة هي كلا، ولكن هي منافسة جدا قوية، وأعتقد أن هذه أول تجربة من سوني، وأعتقد أن الإصدارات القادمة سوف تكون أكثر تحدي، وفي مرحلة معينة سوف تتفوق على كاميرات نايكون وكانون. والسبب يعود لبطء نايكون وكانون في عملية التطوير. سوني تقوم بتطوير الكاميرات بشكل سريع، تضيف الكثير من المميزات بشكل أسرع وأفضل. فعمليا هذا رأيي بهذه الكاميرا. إذا عندك أي اعتراض ممكن أن توضح الأمر بشكل منطقي بناء على الأمور التي ذكرتها في هذا الفيديو. مرة أخرى أنصحكم أن تشاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا، الرابط في الأسفل. وأيضا بمناسبة عيد الفطر بتأمل أنكم تكونوا كرماء، وذلك بالتشجيع على نشر هذه القناة، أيضا مشاركة فيديوهاتي مع الآخرين. في النهاية أتمنى للجميع عيد فطر سعيد مبارك. أترككم لمشاهدة صور تجربتي لهذه الكاميرا. إلى اللقاء، مع تحياتي أبو ميلاد.
Thank you.